بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه وامسيه جديده في رمضان. يا رب يعيد عليكم وعلينا الايام بالخير والسعاده. النهارده في الجزء الثاني عندي حوار في منتهى الاهميه وهو على مستوى الحدث. في اول ظهور منذ فترات طويله جدا جدا، النهارده هنشوف مع حضراتكم شخصيتين إداريتين ناجحتين إلى أقصى حد. وحقيقة الأمر أنه كلاهما لا يطمح لا في الإدلاء بالأحاديث الصحفية ولا حتى في الظهور الإعلامي، ودي يمكن واحدة من أكتر الحاجات الحلقات اللي أخدت وقت أن أنا أقنعهم علشان يظهروا، علشان يبقوا موجودين قدام الناس، علشان يبقى فيه شرح كافي وافي لدور مهم جدا بتقوم به الشركة المتحدة للرياضة، وهي واحدة من كبريات الشركات الوطنية في مصر. فهيكون مشرفني ومنورني إن شاء الله بإذن الله في الجزء الثاني الأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس الشركة، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة. ومشرفني أيضا ومنورني الأستاذ سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة. حوار هيبقى فيه تفاصيل مهمة جدا جدا جدا، نقاط كتيرة يمكن ما بنتش لحضرتك على مدار سنين طويلة. النهاردة هنفتح ده وفي جلسة ودية لطيفة وممتعة نفهم فيها احنا عايزين ايه من الرياضة المصرية بتاعتنا، عايزين ايه من الكرة بتاعتنا، ونوديها لحد فين. ده ان شاء الله بإذن الله في الجزء التاني. في اللحظة اللي انا بكلمك فيها دي في امر في منتهى الخطورة بيحصل في الاسكندرية، تحديدا احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في نهاية لقاء مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري سقط مغشيا عليه، وقع مغمى عليه وتم نقله للمستشفى بدون تدخل من اي حد. ادي اللقطة حضراتكم مش شايفينه، هو معاكم، مش ده احمد رفعت، اهي دي اللقطة. بص، احمد رفعت هو ذلك اللاعب المتواجد في ارضية الميدان، في ارضية الملعب، اللي وقع فجأة مرة واحدة. شايف اللقطة دي؟ بدون اي تدخل وتم نقله مباشرة للمستشفى. لو انا عندي صوت البرويف اسمع صوت الجمهور يبقى عظيم، عشان اسمعك جمهور الاتحاد السكندري في نفس الوقت اللي بيقع فيه رفعت بيقول للحكم صفر الغي المباراه لا كره ولا غيره. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نطمن على احمد رفعت. احمد تم نقله، بص، حاله الصدمه الكبيره جدا جدا عند جماهير الاتحاد السكندري. وبطبيعه الحال مودرن فيوتشر فريق ليس له جمهور، فبطبيعه الحال الحاله اللي في حاله قلق كبيره جدا جدا. احمد رفعت، احمد موجود في احدى المستشفيات في الاسكندريه، ادي تحرك الاسعاف، متواجد في المستشفى. انا ممكن اقطع لك دلوقتي حالا على صوره حيه من امام المستشفى، متواجد الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني للاطمئنان على احمد رفعت. في كلام كتير، انما انا في اللحظات اللي شبه كده انا بتكلم رسمي، عندي معلومات، لكن لا الاجتهادات بتنفع في الامور الطبيه ولا تناقل الاخبار وتضاربها ينفع في التوقيت زي ده. انما اللي ينفع ان انا اجيب لك دلوقتي حالا على الهواء صوره حيه، ينفع اجيب لك مصدر على الهواء مباشره يشرح لنا بالظبط ما هي الحاله الصحيه في الوقت الراهن لاحمد رفعت. جماهير الاتحاد السكندري كلها بلا كوره بلا غيره، خلاص الموضوع هنا انتهى بالنسبه لهم، موضوع الكوره واهم حاجه هو الاطمئنان على احمد. أحمد إن شاء الله بإذن الله يقوم بألف سلامة، من اللاعبين المميزين جدا المبدعين جدا جدا، قدامكم على الشاشة نقل حي لما حول المستشفى المتواجد فيها اللاعب أحمد رفعت في هذا التوقيت. هيكون معنا على الهواء مباشرة أحد المصادر نطمئن منه نعرف الموضوع عامل إزاي. موجود كمان كابتن محمد صديق المدرب العام لفريق مودرن فيوتشر، متواجد الكابتن حسام حسن ذهب لزيارة اللاعب، وزي ما بقول لحضراتكم مفيش أي تدخل، ما حصلش أي تداخل، مفيش أي حد جه ناحيته، كلام كله على هبوط تقريبا. وبالتالي كان هذه الإغماء اللي تعرض ليها أحمد رفعت، ربنا يا رب يتمنى عليه إن شاء الله بإذن الله، ويقوم سالم غانم إن شاء الله يرجع لبيته ولأسرته ولأهله
في هذه الايام المفترجه. لو في حاجه ممكن نعملها هي الدعاء لاحمد رفعت ان شاء الله باذن الله بزوال هذه الغمه. طيب خلوا لي الشاشه دايما مع خلوها لي، انا هتنقل الاخبار انما خلوا الشاشه قدامنا على طول عشان الناس تبقى عايشه في الاجواء، واول ما يبقى على طول معانا تليفون يدخل على الهواء مباشره. قلت لك انا ان الكابتن حسام حسن كان متواجد للاطمئنان على اللاعب. بمشيئه الله انت عارف انه هيبقى في جوله هتتلعب في رمضان في الدوري المصري. حراسه المرمى او القائمه بالكامل بتاعه الزمالك علشان يلاعب الجونه كالتالي: محمد عواد، محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد، الدفاع حمزه المسلوسي، عمر جابر، محمود علاء، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، احمد فتوح. اما بالنسبه لمنتصف الملعب فنبيل عماد دونجا، محمد اشرف رؤى، محمد شحاته، سيد عبد الله نيمار، احمد حمدي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، شيكابالا، مصطفى شلبي، يوسف اوباما، ناصر منسي، وسامسون اكينيولا. المستبعدين من هذا اللقاء لقاء الزمالك هم سيف الدين الجزيري، محمد عاطف، مهاب ياسر، زياد كمال، ياسر حمد، رافز متيابة، وسيف جعفر، وهذه لأسباب فنية تعود إلى الجهاز الفني للمدير الفني جوزيه جوميز. أما بالنسبة للإصابات فطبعا زي ما حضرتك عارف الونش وعبد الشافي وزيزو وإبراهيم نضاي. على جانب آخر ما يتعلق بالنادي الأهلي، الأهلي طبعا بيختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، دي المواجهة الأخيرة اللي هيلعبها النادي الأهلي قبل ما يحصل على طول المعسكر لمعسكر منتخبنا الوطني. منتخب مصر ان شاء الله باذن الله طالع على الامارات عنده دوره وديه. تاني بقولها لك انه هذه الدوره كان بامكان الكابتن حسام حسن ان هو يلغيها، على فكره ما كانش فيه مشكله، ولكن هو الراجل طلب ان هو يلعب هذا اللقاء. فبالمناسبه الاهلي هيلعب الماتش ده قدام البنك الاهلي، وخليني اشرح لك بالظبط استعدادات النادي الاهلي كانت عامله ازاي للقاء البنك الاهلي. تظهر لك على الشاشه الفريق دخل في معسكر مغلق استعدادا لهذا اللقاء اللي هيقام على استاد القاهره بمشيئه الله. مارسيل كولر كان عمل محاضره مع اللاعبين اتناقش فيهم مع كل حاجه ليها علاقه سواء بالمباراه اللي فاتت او حتى كمان مباراه البنك الاهلي، لان زي ما انت ما شفت كده وتابعت الراجل دايما بيبص على اللقطات اللي لم يكن فيها الفريق موفقا، اللي فات واللي جاي، يعني هو دايما بيعمل ده. ميشيل يانكون كمان عمل تمرينه قويه جدا جدا بمشاركه مصطفى شوبير، بسم الله ما شاء الله متالق نمسك الخشب، حمزه علاء كمان ومصطفى مخلوف ومحمود الزنفولي، كل دول كانوا موجودين في هذه التمرينه. كولر والجهاز المعاون اشرف على مجموعه من التدريبات التخصصيه وتقسيمه كوره كانت قويه جدا وفقا للبرنامج اللي كان وضعه الجهاز الفني. وكمان منتخب مصر على جانب آخر يوم الأربع هيبتدي معسكره، وهيبقى موجود الحاج محمد أبو الوفا رئيسا للبعثة في دولة الإمارات إن شاء الله. أنا دايما لما بتكلم على المنتخب ببقى بس مهتم بنقطة معينة ليها علاقة بأنه إزاي أنا كمنتخب مصر مش بس على الصعيد الفني أقدم أداء مميز، إنما على كل الأصعدة اللي ليها علاقة بتنسيقات السفر والإقامة والإعاشة والعودة، إزاي إنه ده إنه يتوفر أفضل حاجة بالنسبة للجهاز، يتوفر أفضل حاجة بالنسبة للعيبة. اللي جاي بالنسبة للكابتن حسام حسن مهم جدا، واللي جاي بالنسبة للكابتن حسام حسن مش بس له علاقة باختياراته، اللي أنا بشوف من وجهة نظري إنه هذا هو المعسكر الأول، والمعسكر الأول كل واحد فيه بيختار وفقا للرؤية، رؤية الأنسب. أنا ممكن يبقى عندي رأي وحقي على فكرة، وحضرتك ممكن يبقى عندك رأي، وكل الناس ما عندها رأي، كل واحد فيهم هيبقى شايف من وجهة نظره إنه اللعيب الفلاني من حقه إن هو يشترك، اللعيب الفلاني من حقه إنه يبقى موجود في القايمة. كل ده طبيعي على فكرة في الكورة، هات لي قايمة منذ بدء التاريخ لحد اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي اتقال عليها إن دي قايمة كل الناس وافقت عليها بنسبة 100%، ما حصلش. حتى البطولات اللي أنت أخدتها في 98 و2006 و2008 و2010 مع الكابتن حسن شحاته ما كانش بيحصل توافق كامل من الناس وبعضها مع الجهاز الفني، وبالتالي طبيعي جدا يبقى في حاله الجدل اللي موجوده، طبيعي جدا جدا جدا. بس انا بشوف انه الناس لازم تدي فرصه للراجل يتحرك ويشوف.
ده المشهد لحد دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده في الاسكندريه بالنسبه للكابتن احمد رفعت من داخل المستشفى المتواجد فيها. احمد، لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت، هذه الاغماء وهذه الحاله الصحيه اللي بيمر بيها احمد رفعت بحسب كل الناس انه حصل استفاقه، بس هتاكد لك من كل حاجه واحنا شغالين مع بعض على الهواء مباشره. يمكن في حاله من اللخبطه لما بيبقى مصدر موجود معانا على قبل الهواء حتى كمان بلحظات ما عندوش المعلومه الاكيده بنسبه 100%، فهنتاكد مع حضراتكم واحنا شغالين. على كل الف سلامه لاحمد رفعت، ان شاء الله باذن الله يقوم سالم غانم من هذه الازمه ومن هذه المحنه. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، انا عندي حوار النهارده في منتهى الاهميه، وهذا الحوار يحتاج الى فرد مساحه زمنيه كبيره علشان اعرف اتكلم معاك وتعرف تشوف معايا كل التفاصيل التي لها علاقة بكيفية الاستعدادات وكيفية ما قامت به الشركة المتحدة للرياضة عبر عدة سنوات ماضية. ما الذي قدمته مش بس للكورة وإنما للرياضة، وهناك فارق. احنا دايما بنبص من منظور الكورة وده عادي جدا على فكرة، لكن في منظور تاني له علاقة بكيفية تنظيم بطولات زي بطولات اليد، السلاح، الكاراتيه، الجودو. فهي اسمها المتحدة، الشركة المتحدة للرياضة وليس الشركة المتحدة للكورة. وكان ممكن على فكرة لو هي تبقى مختصة بالكورة كان يبقى اسمها الشركة المتحدة للكورة أو لكرة القدم فقط لا غير، لكن هي لكل الرياضات. علشان كده هيبقى في تفاصيل كتير جدا جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم بعد الفاصل. هيكون ضيفي وضيف حضراتكم استاذ محمد يحيى لطفي رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه، والاستاذ سيف الوزيري نائب رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه. خليكم معانا بعد الفاصل. وجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة. وزي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، هذا هو حوار الأول من نوعه، لأنه أنت طول الوقت بتسمع عن الشركة المتحدة للرياضة، تسمع عن نجاحات الشركة المتحدة للرياضة المتعلقة باستضافة وحسن تنظيم واستقبال العديد من البطولات. النهاردة وجها لوجه وبعد ما خدنا وقت طويل جدا جدا في مسألة الإقناع عشان الظهور الإعلامي مشرفني ومنورني الأساتذة الكبار أستاذ محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة. أهلا وسهلا. أهلا بك يا إبراهيم، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا رب، ودايما في أفضل صحة وحال يا رب. ومشرفني ومنورني أيضا الأستاذ سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة. يا مساء الورد يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا إبراهيم، كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا رب، ويعيد عليكم وعلينا الأيام بخير. آمين يا رب. آمين. أنا عارف إن أنتوا بتظهروش وحاسس إن أنا جابركم على الحلقة دي معلش. سامحوني. لا بالعكس، بشكركم طبعا لقبول الدعوة وإن أنتوا تكونوا موجودين معايا في البرنامج النهاردة. إنما هي فرصة كويسة إنه نتعرف عن قرب عن الشركة المتحدة للرياضة. ما الذي تقدمه الشركة المتحدة للرياضة؟
الشركة المتحدة للرياضة هي شركة متخصصة في التسويق الرياضي وتنظيم الاحتفالات الرياضية والبطولات الرياضية. هي شركة مصرية تنافس الشركات العالمية في التنظيم وفي جودة التنظيم. الحمد لله تم إسناد بطولات كتيرة لينا ونجحنا ان احنا نبقى واخدين اووردز من الناس اللي بره، من الناس من الاتحادات العالمية، وغير ان احنا بنسوق الحقوق بتاعة الأندية. أيوه. ومعانا المنتخب المصري وتسويقه داخل مصر. استاذ سيف، عايز اعرف منك انه انك تبقى موجود في مكان مهم زي المتحده للرياضه، ودايما بيبقى عندنا الحته الوطنيه بتاعت احنا موجودين بقى في حته مهم ان احنا نخدم فيها بلدنا، ان يبقى عليك الحمل ده فكرت فيها ازاي وحسبتها ازاي وابتديت من انهي حته علشان تطلع بالمتحده للرياضه مع الاستاذ محمد يحيى؟ طيب، هي البدايه كلها ان انت ازاي كنت تقلب الكونسبت بتاع ان انت من شركه راعيه للرياضه لشركه تسويق رياضي، والفرق بينهم كبير جدا. يمكن زمان كانت معظم الشركات كانت هي اللي بتشتري الحقوق الخاصه بيه سواء الاتحادات او الانديه، ولكن الكونسبت ده في الوقت اللي احنا فيه في ظل المنافسه الشديده اللي بتحصل سواء داخليا او خارجيا ما كانش ينفع ان انت تستمر فيه، لان هو عبء كبير جدا على الدوله بحكم ان احنا شركه وطنيه. كان عندنا التوجه ان احنا نكون شركة مسوقة بنستغل الخبرات اللي موجودة عندنا. احنا ما شاء الله معنا خبرات موجودة في الشركة من سنة 2008 ما شاء الله، بحكم ان دي الناس اللي كانت موجودة في شركة بريزنتيشن قبل كده. والخبرات دي يعني يمكن مش بس في حتة التسويق ولكن في حتة الأوبريشن والفعاليات وكده. فغيرنا المفهوم الخاص بالرعاية الرياضية الى التسويق الرياضي، وهي دي البداية اللي احنا ابتديناها مع الأندية يمكن من موسمين فاتوا. غيرنا المفهوم، بقينا احنا المسوق ده احنا بنستغل طبعا مدى قوة كل نادي، بنعمل نقدر زي ما احنا بنسميها البيتش، او ان احنا بنشوف، لان كل نادي معلش انا هستخدم شوية ما فيش مشكلة ترمينولوجيز كده، يعني في البراند ايكويتي لكل نادي ده بينقسم لحاجات كتيرة جدا عشان نحاول نسهل شوية على الناس، منها بقى العلامة التجارية، منها عدد البطولات قبل كده، منها الجمهور، منها حاجات كتيرة جدا. فاحنا بنقدر ان احنا نخلق المنتج اللي بنلاقي بيه مين الشريك اللي يجي يخش، لان احنا بطلنا كلمة راعي، احنا دايما بندور على الشركة اللي بيبقى هدفهم ان هو عايز يجي يستغل هذه العلامة التجارية او هذا الكيان سواء كان نادي او اتحاد على اساس ان هو يوصل لاهدافه التسويقية. اللي قبل كده كان انك بتدي للنادي رقم مقطوع. بالظبط كده. دلوقتي مش كده خالص، انت دلوقتي تقول له انا هجيب لك وانا شريك معاك. بالظبط كده، علاقة شراكة. علاقة شراكة. طيب انا عايز اكسر شويه فكره انه ان يعني جمود الحوار لجزئيه يمكن بحكم بس القرب عارفها. انا شفت كتير ادارات وشفت كتير ادارات ناجحه، لكن فكره التناغم بالصداقه اللي موجوده ما بينكم بالمحبه، مش مجرد صداقه عشان بس الناس ما تفتكرهاش او زماله، انا ما شفتش من زمان اتنين موجودين بهذا الحب في مكان كبير زي ده، تعرفوا تاخدوا وتدوا وتتعاملوا في مواقف صعبة. هل ده فعلا بيأثر انك يبقى شريكك واللي موجود معاك في العمل الوطني المهم ده قريب منك؟ بص يا ابراهيم، في الاخر احنا الاتنين نهتم بالنجاح، ومش كل حاجة، ساعات بنختلف ساعات، بس في الاخر الاحسن لينا احنا الاتنين هو اللي بيتم، للشركة كاملة، للرياضة كاملة. احنا ناس بنؤدي واجبنا، هنفضل نؤديه على اكمل وجه. عظيم. ان احنا ناس بنحب بلدنا جدا، فهنفضل نؤديه على اكمل وجه، ومش شايف ان لازم يبقى في منافسه، العكس، لازم يبقى في تعاون، لازم يبقى في ربنا اداك عينتين بقى معانا اربعه. حلو حلو التعبير. الموضوع سهل، انا بشوف حاجه هو ما بيشوفهاش، هو سيف بيشوف حاجه انا ما بشوفهاش، فبتبقى فيري ايزي، يعني الموضوع سهل جدا ما دام احنا الاثنين حاطين هننجح، وان الرياضه المصريه تنجح وان التنظيم المصري ينجح. ده بس اللي ممكن ساعات بنختلف على مدى النجاح، مش على اي حاجه تانية، يعني صحيح. ان احنا بننافس بعض في ننجح اكتر ازاي.
بشوفكم دايما حتى كمان ايزي جوينج، الموضوع ما بينكم من بعض الدنيا حلوه. يعني انا بتكلم والله في نقطه انسانيه بحته، انا عايز تبقى منعكسه على الناس كلها، انه ينفع يبقى عندنا ادارات كبيره وشخصيات كبيره جدا وناجحه وفي اماكن مهمه وهي بتنجح وهي مبسوطه، ولا بتكلم غلط؟ لا طبعا، بص، هو اساس النجاح ان انت ازاي تحط هدف. وانس ان انت حطيت هدف، خلاص انت تقدر ان انت تتحرك بيه. وده صحيح. يمكن اللي انا ويحيى بنشتغل عليه دايما. بنختلف كتير جدا زي ما يحيى بيقول، ولكن دايما هو الهدف بيبقى هو اللي غالب. صحيح. لان في الاخر خالص انت بتبقى عايز تروح لحته من اتجاه معين، انا عايز اروح لحته من اتجاه تاني، فحته الهدف دي هي دايما اللي بتاثر علينا الطريق. قصه الصداقه دي بقى مسهله علينا حاجات كتير تانيه. يعني صحيح. لما نختلف طبعا بنختلف كتير، بس بنعدي الاختلافات بسرعه. يعني طيب ده شيء عظيم. من الحته او من النقطه اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ سيف الوزيري فيما يتعلق بتغيير المفهوم نفسه بتاع الرعايه، ده اخد منك وقت قد ايه؟ اخد منك وقت قد ايه عشان تقعدوا تقنعوا الانديه؟ خد بالك احنا بنتكلم في حاجه يمكن المشاهد مش واخد باله منها. انت كنت كشركه قبل كده فيما سبق قبل المتحده للرياضه، انت كنت تطلع رقم مقطوع للنادي تقول له انا هشتري منك بكذا، ثم انت غيرت المفهوم ده، جيت قلت له لا انا مش هدي لك رقم، انا هساعدك في ان انا اجيب لك شركاء واجيب لك سبونسرز ورعاه ونتشارك فيهم، هقدمهم لك، صح كده؟ صح. ده اخد منكم وقت قد ايه عشان تقعدوا تقنعوا الانديه؟ بتتكلم برضه في اباطره، بتتكلم في اهلي وبتتكلم في زمالك وبتتكلم في انديه شعبيه كبيره. بص، هو بصراحه ما خدش مننا وقت لان الارقام بتدل. لما بتشتري برقم مقفول في الاخر النادي هو ده الرقم اللي اخده. لكن طول ما هو ماشي معاك هو بياخد من اي سبونسر جديد بيجي، من اي اعلان جديد بيجي، من اي مباراه بتسوقها له في الخارج. فهو معاك بارتنر او شريك في الريفينيوز او الايراد العام. ماشي. فبالتالي هو في الاخر هو هيكسب اكتر على اللونج ران، والعكس هو كمان بيقدر يبيع. يعني في ناس ممكن تبقى عايزه تروح للنادي، فالنادي بيكلم، نقعد معاهم نعمل البلان بتاع الادفرتايزنج بتاع السبونسرشيب. فهي مش احنا بس اللي بنبيع، احنا والنادي او احنا والجهه المتعاقد معها كلنا بنبيع لمصلحه النادي، فبقينا كلنا في مركب واحده لمصلحه النادي. عظيم. او الاتحاد. هل الانديه المصريه عندنا بياعه في السوق؟ السوق المصري والسوق الاجنبي، هنا بتكلم اجنبي عربي يعني؟ ولا اكيد طبعا. خلي بالك كان احد الاهداف اللي احنا كنا بنشتغل عليها هي نفس ما الكونسبت اللي كان يحيى بيتكلم فيه ده. ان انت النهارده ازاي تخلي النادي يكون شريكك والشريك الراعي اللي جاي او الشريك او المستثمر اللي جاي. ماشي. لان ده بيبقى مهم جدا. حته ان انا النهارده بشتري الحق ده بيخلي ان قبل كده كان بيبقى الراعي بيتعامل مع الشركه اللي امتلكت الحقوق. ايوه. فبيبقى الاتحاد او النادي او الطرف الاصلي مش موجود معاك في الاوبريشن على الارض. فده طبعا كان بيصعب حاجات كتيره جدا، ولكن دلوقتي لا طبعا، هو دلوقتي الراجل بيجي بيتعامل مع كيان واحد. كيان اللي هو الاتحاد او النادي مع المتحده للرياضه، على اساس ان خلاص النادي والاتحاد بقى بارتنر، فهو اللي عليه الجزء الخاص بالاوبريشن. معلش هخش في شويه تفاصيل صغيره. لا كويس، لا كويس عشان الناس تفهم واحنا كمان نفهم. فرصه كويسه، انتوا ما بتظهروش اصلا. الراعي مثلا عايز، حاسس ان هو والله قاعد والله متورط والله العظيم، حاسس ان لا لا بالعكس ده حاسس ان متضايق مني قوي والله. متشرفين والله، متشرفين جدا. الله يخليكم. الفكره كلها ان انت النهارده مثلا تفصيله صغيره جدا، احد الحقوق اللي الراعي بياخدها مثلا الصوره الجماعيه للمنتخب او للفريق. ماشي. انت النهارده ملتزم في تفاصيل كتيره جدا عشان تعرف تطلع الصوره دي، مواعيد تدريب، مواعيد سفر، مواعيد لو المنتخب متجمع ولا لا. فالتفصيله دي لما كانت في فاصله ما بين الشركه اللي اشترت حقوق الرعايه والنادي او الاتحاد. ايوه، دي نقطه مهمه. دايما بيبقى في مشكله في المواعيد. فلما بتبتدي تبعت للاتحاد علشان خاطر التجميع بتاعه المنتخب، او تبعت للنادي علشان خاطر تجميع الفريق، احنا طبعا بنحترم جدا المواعيد الخاصه بكل فرقه. ايوه. فيجي يقول لك لا والله انا عندي ماتش مهم، لا اصل الماتش اللي جاي ده معلش احنا عايزين نبقى مركزين فيه، اصل عندنا معسكر، اصل مسافرين. فبتلاقي ان في الاخر ان دايما النادي باصص لي اللعبه بس. يعني منظوره اللي هو حته طبعا التركيز فيه الملعب، التركيز في الملعب، الملعب والبطوله والمنافسه، وده ابسط حق النادي طبعا، لان في الاخر خالص المنافسه هي اللي هو اساس تركيز صح. كل لعبه صح. لكن بالدور الجديد ده لا، بالعكس احنا شايفين ان في تناغم اكتر ما بين الناس. هو زي فبقى هو شايل معاك الشيله، هو شايف معايا طلبات الراعي. وشايف كويس قوي النهارده البيزنس بيبقى محتاج ايه. وانا النهارده خلي بالك احنا دور كل نادي
وده التحدي الكبير اللي يمكن بنسمع منه كلام كتير على السوشيال ميديا، اشمعنا النادي ده واشمعنا الفريق ده، طب انتوا ليه مش مركزين في القصص دي؟ بل بالعكس الفصله دي كانت لازم تحصل، لان كل نادي لازم هيبتدي يركز فيه زي ما قلنا في الاول البراند اكويتي بتاعته. انا النهارده الرول بتاعي ايه في السوشيال ميديا؟ انا بانجيج ازاي مع الناس؟ يعني انا بتفاعل ازاي مع المشجعين بتوعي؟ جدا بيفرق جدا. يعني نادي عنده قوه على السوشيال ميديا بيتعامل طبعا على السوشيال ميديا بتاعته ريتش انجيجمنت والله طبعا طبعا. وخلي بالك احنا كل ما هنعدي بالزمن كل ما الكلام ده هيبتدي يتطور اكتر. يعني انت بتتكلم خلاص ان كله بيتحول لديجيتال، كله بيتحول لاي اي. لو الانديه والاتحادات النهارده ما ابتدتش تفكر في المستقبل مش هتلحق تجاري التطور اللي بيحصل. فانت النهارده يعني يمكن من سنتين سمعنا عن التوكن، وسمعنا ان كل لعيب هيبقى ليه توكن، فابتدى يبقى في عالم اخر ديجيتال، وابتدى يجي له سبونسرز فعلا. صحيح. فانت النهارده الرول اللي احنا بنلعبه النهارده ده مخلي الانديه والاتحادات شايفه طلبات الرعاه، وبقت عارفه ان خلاص يعني انا النهارده جاي كراعي او جاي معلن جاي عايز ان انا اشتغل معاك، فانا ليا طلبات والطلبات دي ليها فاليو، وعشان كده انا بدفع لك الفاليو الكبير ده علشان اخد الحقوق دي. طب انا لو ما خدتهاش طبيعي ان السبونسر مش هيدفع لك الفاليو اللي انت عايزها. صحيح. طيب انا هفهم من الكلام اللي بيقوله استاذ سيف انه فرقه زي فرقه النادي الاهلي لما بيزيد حجم البطولات اللي بتعملها، بتروح تلعب كاس عالم للانديه وتاخد مركز ثالث، وتروح وتاخد بطوله كاس مصر، وتروح وتاخد بطوله دوري، وتروح وتاخد دوري ابطال افريقيا، ومع تفاعل الجماهير بتاعتها على السوشيال ميديا، وبالتالي يحصل نوع من الدخول الاكبر، الرعاء الاكبر، هو هنا بسبب المنافسات وصل للشكل ده، وبالتالي بقى عنده عدد رعاه اكتر. مظبوط كده انا بتكلم صح؟ بقى عنده براند فاليو. البراند فاليو بتاعه زي برشلونه، زي ريال مدريد، زي الزمالك، زي انديه كبيره، اسماعيلي، اتحاد، المصري، دي انديه ليها جماهير، ليها قاعده جماهيريه كبيره. اللي بيفرق بين نادي ونادي هل هو المركز الاول او المركز الثاني او المركز الثالث، لان السبونسر عايز دايما ياخد المركز الاول الثاني الثالث، عايز يبقى مع الاسم بتاعه محطوط مع الناس الكسبانه من الاخر، مع الناس الكسبانه، مع الناس اللي بتنافس، مع الناس اللي بتسافر بالبراند بتاعه بره. ما هو لما النادي الاهلي يطلع يلعب في افريقيا او في السعوديه او في اي او في الامارات، ما هو بيطلع بالبراندز اللي معاه، فبالتالي هو بيعمل ادفرتايزنج فاليو للبراند ده، مش بس في السوق المصري، مش بس في السوق المصري. فهو في السوق في بطولات كثيره. فهي الفكره كلها الرياضة بقت صناعة. بقت اندستري، بقت صناعة فيها وقت انك تجهز المنتج، فيها انك تسوق المنتج، انك تبيع المنتج، بقى ليها فاليو كاندستري. ما بقتش بس زمان، دلوقتي بقت خلاص، بقت من سعر اللعيبة لسعر الادفرتايزنج للسبونسرشيب للعب التانية اللي بتكسب كمان. ما انت عندك مش بس الكورة، في كورة، في هاندبول، في فولي، في لعب اخرى. كل دي كل ما تكبر القاعده بتاعتك في الالعاب كل ما الفاليو بتاع السبونسرشيب بتزيد. فالموضوع بقى اندستري، بقى صناعه، بقى صناعه مدروسه، وصناعه بنذاكرها وكل يوم بنذاكر فيها اكتر واكتر عشان نقدر نعلي كل همنا انا وسيف ان احنا نعلي الفاليو بتاع صناعه الرياضه المصريه. طيب انا هنا برضو هيستوقفني نقطه، ما هو فرقه زي فرقه النادي الاهلي بتجيب كتير، فاكيد هيبقى في اقبال كبير، وبالتالي هيجوا لك كشركه يقول لك احنا عايزين الاهلي. الزمالك برضو في مرتبه في تحقيق البطولات بعد النادي الاهلي، فيجي يقول لك انا عايز ابقى موجود في الزمالك. طب ما في انديه تانية ما بتقفش على منصات التتويج، هي انديه شعبيه، بتحل الموضوع ده ازاي؟ يعني مثلا انت عندك الاتحاد السكندري، عندك النادي المصري، عندك النادي الاسماعيلي، بتحلوا الموضوع ده ازاي؟ بص، هو الحل مش عندنا احنا بس، ماشي، خلي بالك، لان لو احنا بس اللي حلينا احنا مش هنعرف نوصل للنتيجه اللي احنا عايزين نوصلها مع الانديه والاتحادات. الموضوع النهارده زي ما كنا بنتكلم، الموضوع ده تطور، انت بتحاول تطور الفكر علشان توصل لاستدامه. لان انا النهارده لو وصلت انا كنادي او ان انا كاتحاد بقى عندي ما يكفيني بان انا اصرف على اللعبه واطورها، هو ده يتهيالي ده الهدف بتاع كل نادي او بتاع كل اتحاد. فانت النهارده حته الفصل ما بين ان انا اللي كنت بشتري الحقوق لحته المسوق، هو ده اللي بيخلي يمكن بعض الانديه تكون متاخره شويه ان هي تركز في التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها، حته السوشيال ميديا وحته الديجيتال وحته النهارده. سواء كان واخد الاول على حاجه دلوقتي
دلوقتي انت بتتاخده على حاجه تانية. هو واخد على انه صباح الخير انا هاخد اول السنه كذا بس مم. خلي بالك مجالس الاداره، فانت جيت قلت له خد بالك اشتغل واجتهد وهات واكسب علشان نجيب ونكسب كلنا. لا ما خلي بالك احنا مش عايزين صح ولا انا يعني تقريبا بس خلي بالك مش عايزين ننسى ان الانديه الشعبيه ليها قاعده جماهيريه كبيره طبعا، وده يعني نقدر نقول ان ده محور ارتكاز كبير جدا يساعد الانديه دي ان هي توصل للمرحله دي بسرعه. يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ايه؟ ما هي دي الفكره بقى ان انت النهارده لازم زي ما قلنا كده يعني احنا مثلا المنتخب احنا اشتغلنا على سوشيال ميديا. لا ده انا هروح للمنتخب، انا عارف انتوا عاملين حاجه في المنتخب رهيبه بسم الله ما شاء الله، فانا هروح. احنا عملنا اكونت يعني عارف. منفصل تماما لحته المنتخب دي. فانت النهارده نفس القصه دي، انت حته ان انت ازاي تجمع البراند ايكويتي، تلم البراند ايكويتي بتاعك علشان خاطر تطلع الفاليو اللي الناس عايزاه. وبعدين خلي بالك احنا بندرس الراعي قبل ما بنجيبه. يعني انت النهارده ممكن يجي لك واحد يجي يقول لك والله انا عندي تحدي في حده الديستريبيوشن للمنتج بتاعي في اسكندريه ماشي، او في بورسعيد ماشي. فهو خلاص هو الراجل هدفه واضح جدا، محدد هو رايح فين. لكن احنا عايزين نعلي الحته دي اكتر. يعني احنا عايزين نقول بقى لا والله ده التاريخ بتاع النادي، مثلا النادي المصري، النادي الاتحاد، النادي الاسماعيلي. لا ده تاريخ وليه شعبيه جماهيريه كبيره وليه. فهو ده اللي بنبتدي نشتغل عليه. فابتدينا نتحرك معاهم في الحته دي علشان خاطر نطلع المنتج اللي هو يبقى ليه طلب زي بقيه الانديه الثانيه. عظيم. انا كنت حابب ابتدي معاكم بس اتفضل. الانديه الشعبيه اتفضل قريب جدا هيبقى في راعي للانديه الشعبيه. والله الحمد لله نجحنا ان احنا نجيب راعي للانديه الشعبيه. اخذ وقت عشان نقنعه انه يخش يبتدي معاهم ودخل الراعي، وان شاء الله قريب هنعلن على الراعي ده. ده كويس جدا، ده كويس لحضرتك، ده حاجه عظيمه جدا تفرحهم، لان انا عارف الحاجات دي بتفرق معاهم من الناحيه الماديه طبعًا كتير طبعًا جدا جدا. طبعا طبعا. استاذ حضراتكم نروح لفاصل، بعد الفاصل نروح اكتر فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني، لانه انا عارف انه اتعمل هيكل جديد للمنتخب فيما يتعلق بالامور التسويقيه واعاده انتاج صوره ذهنيه جديده للمنتخب من الناحيه التسويقيه. نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم، خليكم معنا. طب خليني اطلعك على اخر المستجدات المتعلقه بيا احمد رفعت، هو مازال في العنايه المركزه، هناك اتجاه لنقله من المستشفى المتواجد فيها الى مستشفى سموحه، اللعيبه كلها متواجده حوالين المستشفى، والكلام اللي طالع واللي بيتقال لحد دلوقتي انه هيفضل تحت الرعايه المركزه، في نوع من انواع الاستجابه الجزئيه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تمر الكام ساعه ديت على خير، واحمد رفعت ان شاء الله باذن الله يكون في افضل صحه وافضل حال. لاني ارجع تاني لهذا الحوار المهم اللي بنفتح فيه لاول مره ملفات مهمه لا علاقه بالتسويق. خد بالك انه الحلقات اللي من النوعيه ديت هي بتكون بمثابه المرجعيه، يعني بنيجي بعد وقت لما نيجي نقول مثلا قيمه النادي الفلاني في التسويق هي قيمته عامله ليه كده، علشان خاطر احنا النهارده عرفنا انه حتى كمان السوشيال ميديا بتفرق، المنافسات بتفرق، ان الراجل السبونسر بيبقى مبسوط وهو على التيشيرت بتاعه طالع بره يلعب بره. فالامور اللي شبه دي كلها دينا بنعرفها عشان خاطر لما نسترجعها مره تانية دي بمثابه مرجعيه لينا. طيب عايز ارجع بقى لجزئيه مهمه جدا. السلام اخيرا هتبتسم. عايز ارجع لجزئيه منتخب مصر كده ابتسمت، ما هو ده الحمد لله. كيفيه رسم او اعاده رسم صوره ذهنيه متميزه للمنتخب من الناحيه التسويقيه، فكرتم فيها ازاي وابتديتوا المشروع ده ازاي؟ جزء من الاداره لانا وسيف تعاملنا فيها او ان احنا عيننا شباب صغير جديد سن من 25 ل 28 متخصصين في السبورتس ماركتنج او التسويق الرياضي، متخصصين في الديجيتال، وقعدوا يذاكروا المنتخب وتواجدوا على السوشيال ميديا فتره لحد ما طلعوا بالبوزيشننج الجديد لمنتخب مصر. اللي حصل ده كله حوالي 25% فقط من البلان بتاع منتخب مصر. منتخب مصر البلان بتاعه اللي حضرتك شفته على السوشيال ميديا واللي شجعوه الرعاة اللي هم لم يسبق لمنتخب مصر هذا العدد من الرعاية. لم يسبق. لم يسبق. احنا كام بنتكلم في عدد رعايات قد ايه تقريبا؟
5-6 رعاة. 5-6 رعاة كويس. ده 10% او 10-15% من البلان بتاع المنتخب. البلان بتاع المنتخب بيبدا من اتحاد الكوره، بيبدا من ان احنا بنعيد صفحه اتحاد الكوره، بيتم الكرييتيف بتاعها دلوقتي بيخلص، السوشيال ميديا بلاتفورم فيسبوك انستغرام تويتر تيك توك المنتخب، تم تعيين مصورين خاصين بالمنتخب، تم تعيين كوبي رايترز خاصين للمنتخب، عارفين كل البلانز بتاعت المنتخب، مجهزين الستوريز او الستوري بوردز بتاعت اللعيبه، بتاعت الاداريين، بتاعت المديرين الفنيين، فبقى في فريق كامل يعمل على منتخب مصر، اظن مكون من 10-15 شاب وفتاه، فيري ويل ايدوكيتد، متعلمين جدا في التسويق الرياضي. هم شغلهم، هم منتخب مش انا وسيف، هم شغلهم حياتهم المنتخب واخباره، وامتى الخبر ينزل وامتى الخبر يتقال وازاي يتقال، شكل الصفحه بتاعه المنتخب مش هتتغير، بقى في اللوجو بتاع المنتخب موجود. هتقولنا يا شباب لو سمحت هتقولنا الصفحه بتاعه المنتخب نحطها على الشاشه الناس تشوفها، تشوف الفيديوهات كمان اللي اتعملت وقت بطوله الامم الافريقيه. اللوجو بتاع المنتخب في حته، لوجو الاتحاد في حته، لوجو الراعي في حته، التعامل مع اللعيبه المحترفه كيف يتم التعامل واحترام عقودهم الاخرى، كل ده بيتم على الفريق ده ال 15 بني ادم واحنا متابعينه، وهم في نجاح ماذر فولورز. حتى انت كلمتنا مره قلت لك لما حطيت انت الفيديو عندك بسطت قوي، ده الفيديو اتعمل سبونتينيوس يعني ما كانش له بلان، هم عملوه هم قاعدين شافوا، عشان انت سايب لهم الكرياتيفيتي، انت سايب لهم. لازم نبني اجيال لازم نبني اجيال في التسويق الرياضي. النهارده يحيى وسيف، بكره اكس واي، بكره اي حد، احنا بنعمل شركه تسوق المنتج الرياضي. الشركه دي فيها على الارض، فيها السوشيال ميديا، فيها اللي بيصوروا، فيها بيعملوا فيديو، فيها اللي بيبيعوا سبونسرشيب، فيها التجاري، فيها متابعه الحقوق. احنا شركه مش صغيره، احنا شركه كبيره جدا. والحمد لله وصلنا مع الناس القديمه والجديده ان هم بقوا بيتكلموا لغه واحده. عظيم. ودي كانت التحدي من التحديات. بتتكلم في حد عنده 60 سنه او 65 سنه بيتكلم مع حد عنده 25 سنه. فرق اللغه. دلوقتي هو بيتكلموا لغه واحده وابتدوا يثقوا الكبار في الصغيرين ان هم يسيبوا لهم شويه الفري هاند. ما هو ده جاي منك في الاول وفي الاخر، هو جاي منك، هو جاي شايفك مننا. انت بتتعامل شايفك انت بتتعامل معاهم ازاي. طيب الجزئيه دي انا هكلمك بامانه وبكل صدق، يعني انا كمنتخب مصر كنت دايما بشوف انه كل المنتخبات بتيجي في الاحداث الكبيره بشوف لهم فيديوز وريلز وفي كل السوشيال ميديا دمها خفيف وحلو والناس تحب تتفرج عليها، الناس بتحب تتفرج على الكواليس، الناس بتحب تشوف ده. مش عايز اقول ان ده اختراع اللي احنا بنعمله، بس احنا اخيرا وصلنا للحته ديت. فالجزئيه دي بتاخد منك وقت قد ايه علشان تقعد تشرح، بتشرح لاتحاد الكوره، بتشرح للعيبه، احنا يا جماعه هيبقى من ضمن الامور اللي ليها علاقه بتسويق المنتخب وما الى ذلك ان انا يبقى عندي سوشيال ميديا قويه تشيل المنتخب، فلاقي انه في صوره وفيديو بتصور بكواليتي حلو قوي، يعني الفيديوهات كانت بتنزل وقت بطوله الامم الافريقيه متصوره بكواليتي محترم يليق بمصر ويليق بمنتخب مصر. ده اخذ وقت منكم قد ايه وفكرت فيها ازاي؟ طيب هو الحمد لله ما خدش وقت كبير، لان يمكن كان في تفاهم كبير جدا ما بين الشركه واتحاد الكوره والمدرب في نفس في الوقت ده، وبصراحه اللعيبه كمان كانت بتساعدنا جامد جدا على الحته دي، يمكن ده ما كناش بنلاقيه في الزمانات شويه والله. في تفاهم كبير جدا من اللعيبه، عشان كده بتلاقي اللعيبه بتاخد حريتها في التصوير. ايوه عملتوا فيديو زيزو وعبد المنعم بالظبط كده ومصطفى فتحي وكذا حد بالظبط كده، ولكن برضو بنحترم جدا حته التعاقدات خصوصا مع اللعيبه الدوليين المحترفين بره، لان يعني كل واحد بيبقى عنده عقد خاص بيه، رعايه معينه، فما بنجبرش حد على اظهار معين للوجو معين، بالعكس خالص، احنا بنخلي الموضوع يطلع يبقى في الاخر، يعني بنحاول على قد ما نقدر ان هو يطلع زي ما بيقولوا كده بشكله شيك. صحيح. اللاعب طالع في البوزيشن بتاعه مظبوط، الراعي ظاهر بشكل كويس، ما هواش بشكل اوفر او ان هو مش ظاهر محطوط على جنب. ففي تفاهم كان في الحته دي مع بدايه الخطه اللي اتعرضت على الاتحاد،
ان دي كانت خطه السوشيال ميديا. وعلى فكره احنا لسه في اولها جدا، احنا يا دوبك ما لحقناش لان دي طلعت 10% او 15% زي ما بيقول الاستاذ محمد، دي يمكن طلعت مع الحته بتاعه المعسكر اللي تم قبل كاس الامم اللي كان ده تم في دوله الامارات الشقيقه. ايوه عملنا الاكونت ساعتها وابتدينا نتحرك فيه، كان في تفاهم مع الجهاز الفني في الوقت ده، ويمكن الجهاز الفني ساعتها اشترك معنا في بعض الفيديوهات، وده اللي خلى يمكن يعني يخلي اللعيبة تحس بحرية أكتر إن هي تخش معنا في تشارك في القصة دي. طيب عندي برضو هنا في الجزئية بقى بتاعت صياغة شكل جديد للمنتخب، يعني إنه يبقى عندي أنا هختار الجمل وانتوا قولوا لي لو أنا بختار جمل صح أو غلط، هختار رعاة مناسبين للمنتخب يدوا قيمة كبيرة للمنتخب، مش بس أنا بتكلم على القيمة المادية، أنا بتكلم على الشكل ده بقى. ده فكرتوا فيه إزاي؟ وهل إحنا كمان بنطمح أنه يبقى عندنا أكتر من 5 رعاة؟ وهل فارق معانا أن إحنا خسرنا بطولة الأمم الإفريقية؟ لو كنا كسبنا كان الموضوع كان حيزيد بكتير، وأنتوا كنتوا رسمين طموحات وأحلام ضحكتوا. لا لا بص حولك حاجة يا إبراهيم، تيشيرت المنتخب او فانيله المنتخب هي اللي بتدي قيمه لاي حد يرعاها. عظيم. يعني هو مش العكس. مش العكس. لا لا فانيله منتخب مصر تدي قيمه لاي حد يرعاها حتى يتواجد حواليها. طب هسال سؤال وممكن يكون سؤال مباشر شويه. لا لا اتفضل. هل عليها طلب؟ ايوه عليها طلب. عليها طلب بس المسموح فيها قليل جدا. لان تمارين المنتخب هم الراعي ما عندوش غير لبس التمرين. فبالتالي بدون السوشيال ميديا القوي الراعي ما عندوش بريزنس، لان في الماتشات الرسميه مش مسموح له المنتخب بيلعب من غير لوجوز او من غير رعاه. فمع قوه السوشيال ميديا للمنتخب سمح لنا ان الرعاه يبقوا انترستد اكتر في المنتخب. واحنا الرعاه الشركات اللي معانا شركات كبيره جدا كبيره، والمنتخب مش معنا امم افريقيا لا ما خص العكس تماما. عايز اقول لا لا احنا عندنا طلبات رعايه للمنتخب بعد امم افريقيا. وجود الكابتن حسام ابراهيم كمان مزود الرعاه ان هم طبعا وجود نجمين، يعني نجمين مدربين وطنيين هم عندهم الحته بتاعت النجوميه ديت تفرق طبعا. تفرق طبعا. تفرق في العمليه التسويقيه طبعا. طيب نفس السؤال على فكرة. بص خلينا نقول ان السبونسرشيب هو بلاتفورم 360. يعني ايه 360؟ يعني ايه بقى؟ يعني دايما بيتقاس فيه كل حاجة. التلفزيون، البرودكاستنج، التيكتنج، الميرشندايزنج، اللعيبة، قيمة اللعيبة، مجالس الإدارة. باي ذا واي مجلس الإدارة الأشخاص اللي فيه مهمين جدا 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 على اساس ان هم دول برضو اللي بيدوا قيمه لي. دي حاجات هي من اللي حضرتك بتتكلم، ودي حاجات من المنتخب الاولمبي، الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها منتخب كمان. لا منتخب 2006 2005 اولمبي اولمبي ولا 2005 2005 المنتخب وائل رياض. منتخب وائل رياض، وهيجيبوا لنا كمان من المنتخب الاول. اتفضل يا استاذ سيف، انا اسف المقاطعه، انا بس حبيت اقول لك انه ده بيتعرض. يعني اتفضل. مجلس الاداره نفسه باعضائه، لان هو في الاخر خالص ما هو بيتكلم مع اعضاء مجلس اداره الشركه الراعيه ليه. زي ما بقول لك هو بلاتفورم كامل 360. ما ينفعش النهارده ان انا اركز في جزء واسيب جزء منه. التاريخ بتاع النادي، البطولات، كل حاجه. فهو ده اللي احنا بنحاول نوريه للسبونسرز. حته منتخب مصر بالذات زي ما بيسموها في العالم كله بيسموها الناشونال برايد، ده فخر لاي حد ان هو يجي يرعى شرف وطني. شرف وطني طبعا. ان انا النهارده جاي واقف ورا منتخب بلدي، سواء بقى مش بس كوره يعني، سواء الفرق الثانيه، سواء الجماعيه او الفرديه، اللي طالع بيلعب في الاولمبيكس او اللي بيلعب في كاس عالم. بالعكس انا بسبورت الشخص او الفريق اللي طالع بيمثل اسم مصر في البطولات الدوليه. كنت حابب تقول جزء له علاقه انه مش كل حاجه بتبقى مناسبه للمنتخب، ممكن يجي لك رعاه ويكونوا مش مناسبين علشان زي ما بتتكلموا ده شرف وطني كبير، ما اقدرش احط الراعي الفلاني في الحته الفلانيه. انا بسال اي حاجه وحضراتكم صححوا لي. لا يعني ما فيش حاجه الراعي اللي هيجي لمنتخب مصر يعني 90% انه هيبقى مناسب لمنتخب مصر. ماشي. انلس المنتج نفسه لا يناسب الرياضه. دي حاجه تانية. هو ده المنتج نفسه لا يناسب الرياضه. رفضنا رعاه. رفضنا رعاه منتجات لا تناسب. هو ده السؤال بصراحه. رفضنا رعاه قبل كده. رفضت رعاه. طبعا لا تناسب الرياضه. لان خلي بالك الاكسبوجر او الار او اي بتاع البراند
اللي بيستفيد بيه وانس ان منتخب مصر لبسه سريع جدا. يعني سريع اقصى الحدود. فانت بتتكلم لا مش كل حاجه تنفع. طب يعني مش كل حاجه تنفع. لا مش كل حاجه تنفع. لا لا. هل احنا عندنا رقم نقدر نصرح بيه للناس نقدر نصرح بيه للناس له علاقه مع الشراكات اللي عملتوها مع اتحاد الكوره دخلت لهم فلوس قد ايه؟ لو في ما هو معلن يعني او ينفع يتقال. اقدر اقوله لك بنسبه مئويه يعني. ماشي. يعني انت النهارده لو بالكونسبت القديم اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان حد بيجي بيشتري الحقوق بالمقارنه مع الكونسبت الجديد اللي احنا بنسوق له احنا يمكن جبنا ليه اتحاد الكوره ثلاث اضعاف اللي كان هو متخيله ان هو ممكن يجي له في ثلاث اضعاف. انت فتحت السوق سبت السوق خليت الـ يبقى في تنافس على رعايه الـ الاتحاد خصوصا الـ المنتخب واديت الاريحيه اكتر للاتحاد لان انت برضو خلي بالك اتحاد الكوره هو اللي مسؤول عن منتخب مصر. ايوه. فانت مهم جدا ان انت مش تديله رقم حتى لو كان هو ممكن يكون مرضي بالنسبه له في الوقت ده وتسيبه بعد كده مع التزاماته. يمكن شفنا الفروقات في العمله شفنا ان هو كان بيتعامل مع جهاز اجنبي قبل كده فبالنسبه لنا كان عندنا يعني الموضوع ما كانش تجاري فقط لا احنا كنا لازم بندعم الاتحاد المصري لكره القدم في الوقت ده ان احنا نحاول نجيب له اكبر فايده ماليه يقدر ان هو يسدد بيها التزاماته لدرجه ان انا كنت ممكن اشتغل معاه علشان احاول الرعاه اللي يجوا يبقى بعمله اجنبيه ولا ده انا ما بيبقاش لا ده مش مسموح ان يجي رعاه بعمله اجنبيه بس احنا مع الاتحاد اول حاجه هو ما بقاش منتخب مصر الاول فقط هو بقى كافه المنتخبات حتى الصفحه ما بقتش المنتخب مصر الاول فقط بقت منتخب مصر السيدات الناشئين الاولمبي فبقى في دي الصفحه بتاعتنا على ايجيبت ناشونال تيم فانت هتلاقي هنا اخبار عن المنتخب الاولمبي عن المنتخب الاول عن منتخب السيدات صحيح. فكل ده بيدي الرعايه فاليو اكبر ما كانش الاول زمان كنت بتاخد منتخب مصر الاول لا هي منتخب مصر الاول هو اللي بيطلع من المنتخب الاولمبي هو اللي بيطلع من 2005 هو اللي بيطلع من 2007 فخلقنا منتج مختلف وده دورنا مع الاتحاد خلق منتج برودكتس مختلفه سبورتس برودكتس ده منتج اعمل برنامج على السوشيال ميديا ده لما منتج لما ناخد المنتخب اعمل بودكاست عن المنتخب ده منتج لما ناخد المنتخب يلعب في الامارات مع الجزائر ده معسكر كامل بيبقى بيخش للاتحاد الكوره ايراد من انجح المعسكرات الحقيقه لفيتوريا المعسكر ده وبيكسبوا والاتحاد بيجي له فلوس يعني المنتخب عشان يطلع يلعب بره مش بس ده شرف لاي ده بيبقى عن طريق حضرتك احنا عن طريق الشركه المتسوقين ايوه فالمعسكر نفسه اتعمل وطلع المنتخب وتمرنوا ولعبوا ماتشين ورجع كل ده بيبقى له فاليو لاتحاد الكوره بالاضافه للمعسكر اللي جاي برضه صح كده ولا انا بالاضافه للمعسكر الجاي بالاضافه لاي معسكر لاي مباراه بيلعب فيها أي منتخب مصر يكون طرف فيها خلاص عملنا ريت كارد للمنتخب انت عايز منتخب مصر يجي يلعب مع دوله حضرتك المنتخب ده فيه لعيبه تساوي كذا وده البراند فاليو ده يساوي كذا السيف كان بيكمل مش بقى في براند اسمه منتخب مصر طيب اسال سؤال في الجزئيه دي وبرضه يعني لو سؤال فيه اي حاجه قول لي مش عايز اجاوب هل فارق معايا انه وانا بسوق لمعسكر لمنتخب مصر انا معايا صلاح طالع المعسكر ده او مش معايا صلاح معايا المحترفين بتوعي او مش معايا المحترفين هل في طلبات بتبقى جايه كده طبعا وده على فكره مش لمنتخب مصر بس ده لاي منتخب في العالم النهارده خلي بالك اللي بيجي بياخد او بيبعت طلب ان هو يستضيف مثلا منتخب معين هو بيبقى عنده اهداف تسويقيه برضه هو مش جاي بيستضيفنا وخلاص بل بالعكس هو برضه شركه وبتاعت استثمار رياضي او جهه وعايزه ما عدا طبعا الجهات الحكوميه بس انا بتكلم على الشركات يعني طلبات الشركات اللي بتجي لنا من بره فهي بيبقى عايز يكسب فانت النهارده الترويج لمنتخبات بعينها بيبقى لابطال بعينها ففي طلبات بتيجي كده مع احترامي الكامل لكل اللعيبه يعني اللعيبه كلهم في الاخر اللي بيمثلوا منتخب مصر زي ما بيحصل في الارجنتين ميسي زي ما بيحصل بالظبط كده انت النهارده بيبقى في اسامي معينه بيبقى مطلوبة. الشركه نفسها هي دي تقول لك انا مهم عندي ان مثلا اللعيبه الدوليه كلها تبقى موجوده مع احترام طبعا اذا كان في اصابه او كان في اي حاجه يعني هو حتى الكلوز او البند في العقد بيبقى مكتوب كده ان ممكن من حق المنتخب انه ما يلعبش فلان او ما يجيبوش في حاله بعض الاصابات
بتبقى في تفاصيل كتيرة جدا 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 في التعاقدات الخاصة بالمعسكرات والماتشات الودية. المعسكر اللي جاي ده فيه اشتراطات من النوعية دي؟ كان في يعني اشتراط معين بس يعني يمكن حصل تفاهم عليه. حصل تفاهم عليه. طيب ده شيء عظيم. استاذن حضراتكم نروح لفصل وبعد الفصل نرجع نكمل. ممكن يا استاذ؟ اتفضل. ممكن يا فندم بعد اذنك؟ لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الحوار الممتع والمهم. قبل ما اخش في تفاصيله خلينا استعرض معاكم على الشاشة كل حاجة ليها علاقة بأحمد رفعت لحد اللحظة اللي أنا بتكلم معاكم فيها دي. تفاصيل خاصة خصنا بها الدكتور رامي المدير المناوب بالمستشفى المتواجد بها أحمد رفعت، قال لنا في تصريحات أحمد وصل إلى المستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب، تم تشكيل فريق عمل برئاسة استشاري القلب وتم عمل إنعاش للقلب والرئة. أحمد رفعت استجاب بشكل جزئي وتم نقله حاليا لغرفة الرعاية المركزة وتم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي. لن يكون هناك أي إجراءات إضافية بخصوص اللاعب في الوقت الحالي ولن يتم نقل اللاعب إلى أي مستشفى آخر نظرا لتوفر كافة الإمكانيات في المستشفى التي يتواجد بها اللاعب. دي كده الامور المتعلقه باحمد رفعت، ان شاء الله باذن الله ربنا يطمنا عليه. خلوني ارجع مره تانية لحوارنا مع الاستاذ محمد يحيى لطفي والاستاذ سيف الوزيري. فيما يتعلق بالمنتخب احنا بنتكلم على البلاتفورم بتاع السوشيال ميديا، هل بيبقى فيه كمان وسائل اخرى تساعدكم كنوع من انواع زياده القيمه بتاعه المنتخب؟ يعني انا دلوقتي لما عندي صفحه للمنتخب الراعي بتاع المنتخب هيبقى موجود على الصفحه ديت، هل من الممكن احنا نشوف منتجات اخرى للمنتخب تساهم؟ احنا دلوقتي بنشوف البودكاست، بنشوف دلوقتي الريلز اللي بتنزل، في افكار شبه كده؟ مشكله المنتخب في التجمعات القليله. انت عشان قوام المنتخب يتجمع بتبقى مره كل شهرين ثلاثه لو في بطوله لو الى اخره. بالتالي الراعي هنا هو ليس رعاية، هي دعم لمنتخب مصر. ماشي. فالدعم للمنتخب بيبقى جزء منه وطني وجزء منه دعائي. احنا بنحاول نخلق منتجات جديدة للمنتخب او برودكتس زي ما بنسميهم احنا السبورتس برودكتس للمنتخب. ما اظنش احنا عاملين ماكسيمم دلوقتي. ماشي. بس حتين نطور في البلاتفورمز بتاعتنا زي ما انت قلت بودكاست، زي ما انت قلت انترفيوز مع المدرب، انترفيوز مع المدربين. حتى نخش كل ما تخش في الباك رومز بتاعه. أيوه. المنتخب او الناس تحب تشوف الحاجات اللي في الكواليس، تشوف الحاجات اللي مش موجوده بالظبط كده. فعشان كده ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، الكواليس بتاعه المنتخب. واللعيبه بيساعدونا، لان لما اللعيبه الدوليين بيفولو او بيروحوا يعملوا لايكس او صفحات المنتخب ده بيساعد ان الناس تثق. صحيح. يعني حتى واحنا في امم افريقيا كان الناس بتشكر الصفحه. صحيح. يعني وهي الفكره كمان زي ما حضرتك بتقول كده، مش مجرد انت بتشتغل خدمه تسويقيه، انت كمان بتخدم على المشاهد، بتخدم على المواطن اللي مزبوط. بيبقى عايز يشوف حاجه فبيلاقيها على الديجيتال، ممكن ما يشوفهاش في التلفزيون بيلاقيها على الديجيتال. مزبوط. فدي طبعا من المميزات العظيمه جدا. خلينا نتحول لملف مهم بقى، هو المنتج المصري. جت منين فكره ان انا اعمل السوبر المصري باربع فرق ويبقى موجود في الامارات؟ واضح انه في تناغم كبير جدا جدا في العمل مع دوله الامارات العربيه الشقيقه في استضافه السوبر المصري، بس جت منين الفكره؟ طيب هو يمكن السوبر المصري بيتلعب في دوله الامارات الشقيقه يمكن من 7 سنين فاتوا. مظبوط. لان النسخه اللي فاتت دي كانت النسخه السابعه، حبينا ان احنا نطور فيها بس شويه. التطوير ده علشان خاطر هدفين مهمين جدا. الهدف الاولاني طبعا هو امتاع الجماهير المصريه اللي عايشه في البلد اللي بيتلعب فيها السوبر. ان هم يعني نادرا لما بيشوفوا فرقتين من مصر بيلعبوا في البلد اللي هم عايشين فيها. النقطه الثانيه برضو المهمه جدا للاتحاد المصري ان هو بتزود من الموارد بتاعته، لان يعني قيمه مباراه واحده غير قيمه اربع مباريات طبعا. صحيح. فكان هو التوجه كان جاي من القصه دي. فاحنا جينا في النسخه اللي فاتت دي قعدنا مع مجلس ابو ظبي الرياضي برئاسه عارف العواني وصديقي طبعا سهيل العريفي، واتكلمنا في امكانيه ان احنا ازاي نعلي من
القيمة دي واستحسنت الفكرة عندهم ومضينا معاهم لغاية ان هي ان شاء الله ان دولة الامارات تتم 10 سنوات من استضافة كاس السوبر المصري. اخر 4 سنين فيهم هيكونوا بالشكل الجديد لكاس اللي هو الاربع فرق. ده زود لنا العوايد؟ زود لنا العوايد 3 اضعاف يمكن. 3 اضعاف. 3 او 4 اضعاف. طبعًا. مجرد تطوير فكرة يفرق معايا. فكرة. هي فكرة. تطوير فكرة. تطوير. هم استفادوا من وجود 4 فرق معناها ان في 4 ماتشات معناها ان الجماهير المصرية هتروح 4 مرات الاستاد. فالإيراد المتوقع عند الجانب الاماراتي كمان عظم. ما بقاش ماتش. عندي سؤال والله ما خبيث. لا مش مشكلة. والله ما خبيث. ما دام قلت كده يبقى خبيث. بس تمام. المشكلة ان انتوا فاهميني قوي زيادة عن اللزوم. هل في طريقة؟ طبعا احنا بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس السوبر الرابطة. كاس الرابطة. كاس الرابطة. كاس الرابطة. كاس الرابطة. التلاتة دول هل في طريقة تقدر تحفظ حق نادي من الأندية الشعبية انه يبقى متواجد او يبقى في كارت يقدر يستخدمه مجلس ابو ظبي، تقدر تستخدمه الشركة المتحدة، بحيث انه يبقى في نادي جماهيري نسوة مبسوطة لو شافت النادي الإسماعيلي، نسوة مبسوطة لو شافت النادي المصري، نسوة. أنا قلت إن هو سؤال مش خبيث. لا مش خبيث. طيب. خالص. بالعكس هو متعرف عليه في العالم كله، اسمه الوايلد كارد في البطولات اللي زي كده. طيب. بيتم اختيار فرق ولكن بيتحط كرايتيريا معينة لاختيار الفرق. معايير. معايير. ماشي. وفي الآخر خالص بناء على طبعا قرار يعني في الآخر لازم هترجع دي الجهة المالكة للحقوق أو الجهة المنظمة سواء اتحاد المصري لكرة القدم أو لو بطولة مثلا خاصة بالرابطة أو فهي الفكرة كلها متعرف عليها متعرف عليها جدا. ممكن تتطور في النسخ اللي جاية، اعتقد ان هي هتتطور في النسخ اللي جاية ان شاء الله. اصلا في الاول وفي الاخر هي مركب واحدة يعني انت العوائد بتاعتك هتزيد. هي مملوكة للاتحاد المصري طبعًا. مملوكة للجنة المنظمة للناس اللي هتشتري الحقوق، لكن انت كمان كمسوق للفكرة العوائد هتزيد لان هيبقى عندك نادي جماهيري اضافي موجود غير لما ما يبقاش موجود. ولا بتكلم غلط؟ بالظبط كده. والميزة كمان ان انت يعني زي ما بنقول الفير بلاي، ان انت ضمنت المركز الاول لكل بطوله رسميه في مصر، فالدوري المصري، كاس مصر، كاس الرابطه، خلاص الاول او الفائز بكل بطوله اوريدي هيبقى موجود في السوبر ده. فمن حق الاتحاد عشان يعزز من مداخله وان هو يقوي المنتج بتاعه، من حقه ان هو يطلع بافكار تانية ان هي تقوي البطوله اللي بيطلع بيلعبها بره. هل ممكن نشوف تطوير اكتر على الفكره بتاعه الاربعه؟ ممكن يزيدوا ولا احنا بنتكلم لحد دلوقتي؟ ان شاء الله. ممكن ان شاء الله. بس بطولات تانية. بطولات أخرى. ما هو دورنا كشركة مسوقة هو خلق منتجات أخرى تجيب عوائد أخرى للجهات المالكة للحقوق. أنا كده رأيي جري. هي دي الشراكة. فأنا هبقى عايز أعرف. في بطولات أخرى بيتم التجهيز ليها دلوقتي. عظيم. إنها تجيب عائد للجهات المالكة وللأندية اللي هي هتلعب في البطولات دي. مثلا ممكن اشوف سوبر مصري اماراتي؟ ممكن. ممكن طبعا. ممكن طبعا. هي دي الفكره؟ لا. ممكن. انا طخيت حاجه. لا لا. لا بالعكس. هي من احد الافكار اللي مطروحه بس طبعا ممكن تلاقي سوبر. ممكن ارجع السوبر المصري السعودي؟ طبعا ممكن. ممكن طبعا. ممكن يتلعب في مصر ويتلعب في السعوديه ويتلعب تو لاجز يعني رايح راجع. ممكن تلاقي بطوله مجمعه. مجمعه. في حاجه السوبر المصري الاماراتي السعودي مثلا ممكن. في حاجات كتير قوي دلوقتي بيتم التجهيز ليها. ده شيء عظيم. انتوا فتحتوا نفس الناس حقيقه من بعد فكره كمان خروج كاس مصر. انا اسال فكره خروج كاس مصر جت منين؟ انا بالنسبه للناس قاعد تفكر فيها شويه كده يعني بطوله كاس مصر بطوله 100 وحاجه سنه 104 104 سنه. بحييكم حقيقه جدا جدا على الفيديو اللي شرحتوا فيه للناس رحله خروج الكاس من اتحاد الكورة إلى الرياض إلى السفارة المصرية ثم وصولا إلى أرضية الملعب. قصة يعني شرحت للناس قد إيه كم التقدير والاحترام اللي حظى به بطولة الكاس في المملكة العربية السعودية. جت منين الفكرة؟ طيب هي يمكن الفكرة ما يعني ما مش جديدة ولا حاجة. هو يمكن الجديد فيها إن كاس مصر نفسه هو اللي يخرج بعد 100 و103 سنة. أيوة. كاس مصر يعتبر أعلق بطولة في الوطن العربي كله.
ومن ضمن احنا على فكره لما بنفكر ان احنا نطلع منتج جديد او نخلق منتج جديد بيبقى الهدف الاول ان انت ازاي تزود العوائد ليه، سواء للاتحاد او للانديه او كده، لان ده بيفرق. معظم الاتحادات او الانديه النهارده بتتعامل مثلا بالعمله الاجنبيه. أيوة. لو في مدرب اجنبي او كده. أيوة. فاي خروج لاي بطوله او لاي فريق ده بيساعد النادي او الاتحاد ان هو يزود من موارده. دي نقطه مهمه جدا. انت في حاجات ليها علاقه باتحاد الكره قلتي لا انا هنا ما بتكلمش بالعمله الاجنبيه، انما في الامور اللي شبه كده لما اخرج عمله اجنبيه طبعا، لما اخرج عمله اجنبيه هنا كده عمله اجنبيه طبعا طبعا، استفاده طبعًا. مضاعفه طبعا. طبعا بتيجي انت النهارده بيقدر النهارده التزامات الاتحادات او التزامات الانديه بتبقى كبيره جدا اتجاه بقى كل حاجه. ما هو الزمالك عنده مدير فني اجنبي وعنده لعيبه اجانب طبعًا. بياخدوا بالدولار. الاهلي عنده نفس القصه طبعًا. فانا بوفر له من البطولات طبعًا. اللي شبه طبعًا. كده طبعًا. حتى الاتحاد عنده مدرب اولمبي، منتخب اولمبي. ايوه ايوه، ما كل دي مصروفات بالعمله الصعبه. فلما تجيله ايراد بالعمله الصعبه هو بيصرف من هذا الايراد بدون يعني تقل على الدولة أي شيء. احنا هنا بنتكلم في حالة نهائي الكاس، اتحاد الكورة كان له عوائد في طبعا في طبعا والله عوائد ضخمة جدا، عوائد ضخمة جدا. هل هي تعادل العوائد اللي رجعت له من بطولة السوبر؟ اكتر اكتر وللأندية اكتر وللأندية اكتر. طيب ده بيحفزكوا اكتر لخروج بطولات تانية بشكل مختلف؟ انا هنا ما بتكلمش على الكوره بس، لان انا عارف انه ممكن يكون حاجه اللي سبايسي قوي اللي بتهم الناس قوي هي الكوره، بس هل في حاجات تانية نقدر نعملها؟ في احنا يمكن اشتغلنا في شهر 12 اللي فات، حاولنا ان احنا نطلع منتج ليه خاص باتحاد كره اليد على اساس ان احنا برضو نطلع بيه السوبر الخاص بكره اليد، ان احنا نطلع بيه احد الدول العربيه. ويمكن الظروف ساعتها كانت ان كان في اربع مباريات في كره القدم، فكانت الوقت كان أيوة. ضيق شويه ان احنا نستضيف بطولتين مع بعض في نفس الوقت. ولكن مطروحه جدا وشغالين عليها. انا عايز اتكلم في جزئيه كمان مهمه، انه انا مش عايز اختزل الحوار معاكم في فكره الكوره بس. الكوره هي تورتايه الكبيره اللي الناس كلها بتبقى شغله بالها بيه، بس انتوا نظمتوا بطولات كتير ناجحه، انتوا بطوله السلاح نظمتوها بنجاح كبير، الجودو والكاراتيه وبطوله اليد مرتين 2022 و2024. ده بيستهلك منكم مجهود قد ايه؟ وانا هنا بتكلم على اقناع الناس ان هي تبقى موجوده هنا وتتلعب البطوله هنا، وبالتالي العمليه التنظيميه والتجهيزيه. بص ما بياخدش مننا مجهود كبير، لان احنا لما بنخش لتنظيم بطوله ما بنخشش كشركه متحده للرياضه فقط. بيخش معايا تذكرتي، بيخش معايا الافريقيه، بيخش معايا شركات شقيقه او شركات في السوق المصري تساعدني في ان انا اقدم الخدمه كامله. هي الخدمة كاملة، بتخش معايا اون تايم سبورت انها تنتج والماتشات وتذيعها. دي الدراعات بقى، دي الدراعات بتاعتك بكل التولز اللي معايا ان انا اخد البطولة. يعني احنا شهر 4 عندنا بطولة افريقيا للجودو، وقبليها بثلاث ايام بطولة العالم للكاراتيه، وبعديها في بطولة تانية. ده شهر 4 بس، في اخر 10 ايام في شهر 4. عظيم. احنا الامم الافريقية لليد تم الإشادة بها من الاتحاد الأفريقي إنها زي بطولة العالم اللي اتعملت من شهر، في منتهى الشياكة، كان فيها حوالي 12-15 ألف متفرج لو أنت متذكر. ده سبحان الله، بطولة اليد دي كانت بتلعب بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والواحد تخيل إن مش هنشوف جمهور. ده 15 ألف فول كاباستي بالظبط كده، الملعب كان مقفول والرعاة وحاجة. إحنا بقى داخلين على بطولة، عايزين بطولة العالم لليد، بطولة العالم احنا عايزين، احنا بنقنع الاتحاد انه يقدم على بطولة العالم، لان احنا قادرين ننظم اي بطولة عالمية. ما عندناش اي حاجة كرييتيف، اخراج، ادارة ملعب، ادارة لعيبة. بطولة الشيش اللي انت بتتكلم عليها كان فيها 1200 لعيب ما شاء الله من العالم كله قاعدين في اوتيلات. كان بصراحة بأمانة الله، يعني انا ببقى فخور لما بشوف صورة مصرية خالصة، يعني صورة مصرية خالصة بشركات. انا يعني دلوقتي مبسوط وانت بتقول ايه، احنا كمتحدة للرياضة بشتغلش لوحدنا، بشتغل معانا تذكرتي، بشتغل الافريقية لتأمين المباراة، اشتغلوا معايا اون تايم سبورت، اشتغلوا معايا اللايت والساوند كل اللي بتشوفه في الملعب هو مصري 100%. فبيطلع شكل حلو، وهاشتاج على السوشيال ميديا طبعا. ده واحدة من دي بطولة الشيش، دي بطولة الشيش. فحابب ابقى مبسوط. بص كمان الشكل حلو وشكلنا بيبقى حلو، الواحد بيبقى مبسوط لأي حاجة
احنا كمصريين جامدين والله جامدين وعندنا القدره ان احنا نطلع منتج جامد جدا جامدين جدا يا ابني. عايز اقول لك على الاكسبيرينس اللي موجوده في الكوادر اللي جوه الشركات دي. يعني تقدر تقوم زي ما يحيى كان بيقول كده ان انت بجد تنظم بطولات بحجم كؤوس عالم ليه بطولات كبيره. الشباب ما شاء الله عليهم، احنا بنسافر وبنشتغل مع الشركات اللي في الدول الشقيقه دي. لا احنا الحمد لله الكوادر اللي عندنا ممتازه جدا جدا بسم الله جدا ما شاء الله مصر ولاده. انا كمان عجبني الفكره اللي انتم مقومين عليها الموضوع. انتوا قلتوا نقطتين لازم ابقى واخد بالي منهم كمشاهد. انت قلتوا انه انا اعتمدت على شباب صغيرين فعندهم حجم ابداع كبير ومختلف. طبعا. وعجبني ان انتوا وانتوا بتتكلموا بمنتهى التلقائيه كلاكما، يعني اللي فات ما ماتش، اللي فات انا بنيت عليه، ده انا قربت لغه طبعاً الحوار طبعا طبعا، وقربت العمر الكبير بالخبرات اللي موجوده مع الشباب الصغيره، فبقينا نتكلم لغه واحده. دي ما تطلعش غير من ناس اسويه عايزين ينجحوا، هم حاسين بفكره ان انا بشتغل في بلدي، انا عايز انجح ببلدي، مش انا مش اعمل كده اهو، انا اسف اللي انا بقوله بس شفت كتير اعمل كده اعمل كده، انا بس اللي عملته واللي قبل كده. اول مره نطلع بالعكس. اول مره نطلع ما... ايوه اول مره نعرف يعني انجحوا، احنا عايزينهم هم ينجحوا، صغيرين اللي ينجحوا مش احنا اللي ننجح. من الذكاء يتهيألي ان انت تبني على اللي موجود اوريدي وتطور منه، لان هي يعني بدل ما تبني فروم سكراتش بالعكس شوف اللي موجود، شوف الكوادر اللي موجودة، عيد ترتيبهم، قيمهم، بعد كده ابتدي اشتغل على حتة التطوير ده. وطبعا بيبقى عندنا جزء يعني اللي هو بنسميه الهيلثي كومبيتيشن او المنافسة الصحية. طبعا لازم يبقى فيه منافسة صحية، مش بس داخل الشركة، لا ده داخل الشركة وما بين الشركات وما بين الدول. لازم، وما انت هتطور نفسك ازاي؟ انت لو انت حسيت ان انت خلاص الاول في كل حاجة، انت هتفضل واقف في مكانك، بل بالعكس. فاحنا بيبقى دايما عندنا الحته اللي هي الحرقه اللي جوه دي، ان انت ازاي تطور اكتر. الحته بتاعتنا انا عايز اعمل احسن المره الجايه، عايز اعمل احسن انا المنتج ده. وبنعترف باخطائنا على فكره، في اخطاء كتيره بتتم، يعني في بعض الاخطاء اللي بتحصل في البطولات بتصرحوا نفسكم بيها؟ طبعا جدا. كل بطوله عندنا اجتماع مع كل الناس. طبعا. الوحش قبل الحلو والله. طبعا. الوحش قبل الحلو، لان الحلو ده عادي، عادي خلاص، انك تنجح ده عادي. طبعا. انك تغلط غلطه جديد ده مش عادي. بخبرات الشباب اللي موجوده لازم تبتدي، هو ما شاء الله عليهم يعني هم الشغل على الارض صعب جدا. جدا هقول لك حاجه يا ابراهيم، في ناس على الارض بتبقى بتدير من بعيد، قاعد في المكتب بيشوف ايه اللي بيحصل. انا وسيف من يعني مش للاسف من عوينه الناس اللي هتلاقينا على الارض قبل. انا بشوف انا بشوف انا بشوف انتوا ما بتقوليش حاجه انا مش شايفها. يعني انتوا عايشين على الارض طول الوقت، شغالين على الارض، مفيش حد فيكم في مكاتب. يعني انت مش متخيل كم التفاصيل اللي انت ممكن تشوفها اللي حصلت مثلا او بتحصل مثلا ساعه البطولات اللي بتتم بره. دول كل التفاصيل من فيز، سفر، اقامه، اوتيلات. الناس مش واخده بالها من الحاجات دي، الناس مش واخده بالها من الحاجات دي. تفاصيل بجد ما حدش بيبص عليها. حتى كمان في تنظيم البطولات، بطوله السوبر مثلا اللي بتتعمل في الامارات، الناس ايه افتكرت انه خلاص انا بعت المنتج لا. فبقى موجود لا في الامارات لا 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 لا. فمش واخد باله انه المتحده بتعمل مجهود كبير جدا في تنسيقات وتنظيمات كل الامور. لو رحت ما لقيتش التلج اللعيبه اللي بعد التمرين في مشكله، للريكفري في مشكله، للريكفري في مشكله. انت لازم، انا معني بكل التفاصيل، لازم اللي ماسك فريق ايا كان هو مين، عارف ان الريكفري ده محتاج له قد ايه، محتاج فكه قد ايه، محتاج ميه قد ايه. احنا بندور هنا لهناك. ايوه يا بص هقول حاجه كمان عشان ابقى راجل صريح جدا، احنا الدعم اللي واخدينه من الدوله في التنظيم بصراحه، والثقه اللي واخدينها انا وسيف من معايا وزير الشباب، من يعني مش من الدولة المصرية، من الدولة المصرية ممثلة معايا وزير الشباب، مش معقول. يعني لما بيبقى في بطولة على طول احنا بنروح. هو يثق فينا ان احنا نقدر ننظم اي بطولة في مصر، افريقية، عالمية، سلاح، جودو، هاندبول. خلاص بقت كتاب بالنسبة لنا، مانيوال بنشتغل بيه. استاذنكم اروح لفاصل، وبعد الفاصل عندي سؤالين سريعين عشان انا اسف طولت معاكم، وانتوا عايزين تتسحروا اكيد يعني. لا لا هروح لفاصل جدا معاك يا ربنا يبارك في عمرك يا رب. روح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك.